رئيس الحكومة والوزير الأول الفرنسي جون كاستكس إلى تونس ينضم إلينا من تونس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، ربما زيارة ينتظر منها الكثير اقتصاديا على الأقل بالنسبة لتونس. متى يصل رئيس الحكومة الفرنسي وماذا على جدول أعمال هذه الزيارة؟ نعم جمال، هي زيارة التي أجلت في مناسبتين على الأقل بسبب القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا في كل من تونس وفرنسا. إذا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف دريان، وزير الداخلية جيرال دارمانا، وزير التعليم العالي، والوزير المنتدب المسؤول عن المؤسسات الصغرى المتوسطة، وكذلك وزير الانتقال الرقمي والاتصالات، ويتقدمهم طبعا الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس، كلهم في زيارة إلى تونس، يصلون مساء هذا اليوم وتتواصل الزيارة كاملة يوم الغد. ثلاث نقاط أساسية على جدول هذه الزيارة: تحضير للقمة الفرنكفونية التي تحتضرها تونس موفى هذا العام، وكذلك اجتماع الهيئة العليا الفرنسية التونسية، وأيضا إنفاذ، وربما هذه هي النقطة الأهم، إنفاذ ما تم الاتفاق عليه سابقا في زيارة كل من رئيسي الحكومة الجمهورية قيس سعيد وهشام المشيشي في وقت سابق إلى باريس، إنفاذ ما تم الاتفاق عليه في باريس خلال هذه الزيارة. إذن العنوان الأبرز لهذه الزيارة هو اقتصادي بحت، خاصة أنه على جدول أعمال الوزير الأول الفرنسي زيارة إلى الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، وكذلك عدد من اللقاءات مع فاعلين اقتصاديين. هناك أيضا لقاء مع رئيس الجمهورية غدا صباحا، ومأدبة عشاء على شرف الوزير الأول الفرنسي هذا المساء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما قلت، العنوان الأبرز هو اقتصادي بحت، لكن الوفد الفرنسي الذي يضم وزير الخارجية جون إيف لودريان ووزير داخلته جيرال دارمانا يطرح أسئلة هنا في تونس من إن كان لهذه الزيارة أسباب أو دوافع أخرى، خاصة أنه ربما تكون هناك لقاءات فرعية أو جانبية غير معلنة في البرنامج الرسمي، وتكون لها محاور أو مواضيع أخرى لها علاقة بالسياسة الخارجية وكذلك بالمسائل الأمنية. شكرا لك خليل كلاعي من تونس.